أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم جيت بوقتك يا خليل. يخشع خليل الجمال ويتعمد، يعاقر الأفكار دوما ويتمرد، فالوقت حين لهوه باللفظ يتجمد، فلنورمينا هو فوز مؤكد. هذا جيت بوقتك يا خليل، برنامجك إلى الأبد. طبعا ضيفنا غني عن التعريف لأنه رمز من رموز فن التجميل والمكياج والعناية بالبشرة وتركيب الشعر الطبيعي والصبغة بالحرير، وهو الأخصائي الوحيد في الأردن في رسم الحواجب وتحديد الشفاف التاتو، وهو أخصائي في جمال المرأة الشرقية، وهو رئيس الاتحاد الخليجي العربي للتزيين للشرق الأوسط وصاحب بيوتي سنتر خليل السيد في الجاردنز. للاتصال مع مسيو خليل تحت الهواء على تليفون 0795-775-005-0799-62-9290. فاصل وراجعين. انا عمره وما رأيت جمعة وما نشف دمعة، وانا على الجمر ركوع وغمر وقوس اياه، والخبر انه في بنت رفيقة خاية بس تنيبة وسيئة خوية، قالت لي حكي فاضي مثل سأل عملت مشكل، وأنا بتجد وعم اسود بوش العيشة، هيا عادتها ومن غيرتها بعقلة كبير بلحظة بيصير بخف الريشة. أعزائي المشاهدين صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم في برنامج جيت بوقتك يا خليل. بتعرفوا دائما إحنا معكم متواصلين في قناة نورمينا الحبيبة على قلوب المشاهدين في الأردن وفي الوطن العربي، بنتواصل معكم دائما في جيت بوقتك يا خليل، وإن شاء الله اليوم رايح نحكي عن البشرة وعن الفاشن وعن البوتكس وعن مشتقات التجميل كافة. فإن شاء الله نتمنى منكم أعزائي المشاهدين الاتصالات لكي نقدر نجاوب على أسئلتكم ونشوف معكم شغلات كتير اليوم في التجميل، وكيف الجو اليوم هيك بردانين شوي، بدي دفع وبدي اتصالات بإذن الله تعالى. وأهلا وسهلا فيك نسرين، وتفضلي نسرين معنا إن شاء الله اليوم. اليوم مسيو خليل حابين نحكي عن مشكلة بتواجه كتير ناس بحياتهم وهي الشاب المبكر، فحابين نعرف إيش هو الشاب المبكر مسيو خليل؟ هو الشاب المبكر والشاب العادي، هو شاب نقول في مختصر الكلمة هو الشاب. الشاب بتعرفي احنا في شباب بيطلعوا من عند بالقول بال18 بال19 وبالسيدات، نعم. السيدات بتلاقي شاب شبتين في الغرة، الشباب بيبدوا يشيب السوالف تاعهم وبيبدوا هذا الشاب في البداية، هذا بتكون نفس مادة الميلامين الموجودة في الجسم تفتقد مادة اللون وتصبر وتصبح الشيبة تكون بيضة في طريقة الخاصة. يعني الشاب المبكر ما بيطلع شاب مباشرة على الرأس، نقول كل الشعر بيصير أبيض تدريجيا، من 10 شيبات بتبدأ لأكثر وأكثر 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 عندما يأتي الشاب مونس في الشعر. أما شو مشاكل الشيب اللي نقول للشباب المبكري أو للسيدات اللي في مقتبل عمرهم بال20 أو بال18 أو بال25 فما فوق، هي نتيجة استعمال الكيميكالز المضرة للشعر في شباب اليوم وشابات كتير عم بيصبغوا شعرهم في طريقة غير مزبوطة وفي طريقة علمية مش علمية بنقول فيها، وفي بعض الشباب بيطلعوا الشيب عندهم في الدقن تاعهم من أثر استعمال
بكون لسه عنده 4-5 شعرات 10 شعرات. نعم. في وجهه، فبيجي بصبغها بلون بلاك. فالمادة البلاك هذه الموجودة بالحنة أو بالكيميكالز فبتلاقيها بتمتص لها حلمة الشعر، فبصير بال25 أو بال30 بصير عنده بياض أكثر. ولكن أنا بصفتي كخبير تجميل وإلي إلمام في موضوع الكيميكالز، إنه بنقول للسيدات، أي سيدة بتحب تسبق شعرها أو أي شاب بحب يعمل شكسوكة أو يعمل يغمق لون شعره في طريقة علمية، فياريتوا يراجع مركز خليل السيد للتجميل أو مركز جونيور للتجميل بإدارة محمود السيد، بتمنى له الشفاء يا رب، هو مريض حاليا. وإن شاء الله إنه موضوع الشاب يأتي من موضوع وراثي، موضوع غدد بكون عندك، موضوع مشاكل أخرى بتكون مادة التلوين، مش مادة الميلاميل بتكون تعبانة بالجسم، ما بتكون تفقد مادة اللون هالأسوداب. نعم. وبنقدر نحكي إن شاء الله في أسئلة أخرى عن أكيد. الشيب ومشتقات الشيب. مسيو خليل، هل الشيب المبكر عند الرجال بيختلف عن النسوان؟ هو الشاب أول ما بيشيب بيشيب من منطقة السوالف، بيطلع شوية سوالف، يعني فهمت علي كيف، بصير أبيض، بصير منس الشعر، ومستقبلا في بداية العمر بال25 وال30 ولأخرته فيما، فبيطلع الشاب إلى الأسفل إلى الخلف كمان، فإلى غرة والواجهة الرأسية الأمامية، فبصير عندنا مشاكل أخرى في الشاب، فبصير الشاب متونس، والشباب يشيبوا أكثر من السيدات في مجتمعنا الحالي. كثير من الشباب في سن ال30 وفي سن ال40 وفي سن ال45 بيبدأ الشاب يتواجد أكثر وأكثر من السيدة بتكون. مسيو خليل، بدنا نحكي عن الصبغة اللي بنستعملها للشعر اللي فيه شيب، نفس الصبغة اللي بنستعملها إحنا اللي ما في مثلاً براسه شيب؟ ولا في درجات معينة أو يعني أنواع؟ يعني الشيب الأسوأ الأبيض 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 كتير. نعم. من الألوان البنيات ومن الألوان النحاسي بقدر نعطيه. أما للشباب من الألوان البلاك اللي هو نحكي لرقم 2 ورقم 3 ورقم 4 ورقم 5 بنقدر نتواجد في الألوان الشيب. نعم. كتير من السيدات بتلاقي منطقة الغرة عندها بيضة شوي، ومنطقة السوالف عندها بيضة، ومنطقة أسفل الرأس عندها في طريقة صحيحة جدا بتلاقيها بيضة كتير. فإحنا بنقدر نعمل روتس للشعر، وبنقدر نعمل تكنيك أكتر من الشعر، وبعلم الصبغة بنقدر نوزع عملية الصبغة. نعم. بطريقة علمية صحيحة لكي يبين الشعر إنه مصبوغ، ما يبين إنه مصبوغ، يبين إنه طبيعي الشعر. أمسي خليل، هلأ إذا اللي عنده شيب كتير وكتير عم يصبغ شعره، الصبغة بتأثر على الشعر؟ انت مالك الصبح على الشيب يا نسرين؟ يعني عشان سابق شعري انت على الصبح مشان نضلك تقولي لي. اعزائي المشاهدين، احنا ضحكناكم شوية هيك، شايفكم متكركبين وبردانين شوية، تندفيكم نعمل ضحكة. ما في انسان الا بده يشيب، سواء بال25 او بال30 او فيما فوق عم بده يعطي. نعم. نوعية الشيب لإله. الشيب وقار، وكثير من الشعراء غنوا بالشيب للرجل وغنوا تباهوا فيه أكثر، وحتى السيدات بتحب الشاب اللي له شوية سوالف بيض من هون، كتير مونسين هيك. وحتى إذا كانت سكسوكة طيبة فيها مونسة هيك في الشاب حلوة أجمل بتكون. ولكن إحنا بنقول للسيدات فيما معنى الشاب. نعم. أنا من رأيي كخبير تجميل بخبرتي، ويمكن حكيت على الفضائيات كتير كتير من سنة 80 أو 90 وأنا أحكي على الفضائيات، إنه بالنسبة لعملية تكنيك الألوان وعملية الشيب اللي تكون فيها، ما في ست بتحب الشاب أكيد، ما في سيدة على وجه الأرض بتحب الشاب. الشيب يمكن للرجال غير يمكن تقبلوه شوي. يعني في ستات لما بطلع الروتس عندهم ما بتفيقوا الصبح، يلا يلا بدي اروح عند خليل، يلا يلا بدي اروح عند الكوفير مشان اعمل الروتس، خوف ما تبين الشيب اللي اكيد عمها. ولكن احنا الشباب شعبت شعبت عادي، ما تشيب ما بأثر، ما بتفرق يعني عندهم، بالعكس في جمال يمكن كمان وأفضل، في بحب يكون شعره نفس طبيعته الأولانية، نفس طبيعة شبابه، نفس طبيعة. ولكن بدي أنصح أنا برضو الشباب. أعزائي الشباب، كمان مرة بوجه لكم تحية، شعرك فاتح حط لون فاتح، ما يكون شعرك أبيض، وجهك أبيض ولون البشرة أسود غامق، أو بني أسود غامق غامق ببين إنه مصبوغ. أما لو حطيت أنت بطريقة صحيحة، خلطت مثلا 3 و4 على شعرك، أو شوية 3 أو شوية 5 على شعرك شوية صغيرة هيك ورتبتهم، فهالأكسجين مخفف لأنه مسكت شعرك تركته ربع ساعة بعدين غسلته لشعرك. أوكي. هلأ في أمريكا تختلف عن الهندي الأمريكي، اللي هي الحنة. نعم. الحنة تفتت هلأ في بكيت صغير هيك تقريبا
2 سنتي وانت بالشاور بتمسكه هيك بتحطه على شعرك شيء خلال 5 دقائق بعطيك نفس لون البشرة ونفس لون الشعر اللي عندك. ولكن احنا بنقول انه الشاب اذا استعملت الصبغة بطريقة سلمية صحيحة 100% 6 سنين فتظلوا الروتس الصبغة بتضلها كتير ممتازة على الشعر وبتضلها إلها تكنيك حلو وعلم واضح جدا ببين لأعزائي المشاهدين. مسيو خليل، هل الكيراتين والبوتوكس بتأثر على الشعر اللي فيه شاب؟ الكيراتين والبوتوكس يشتق كل واحد في ميزان الأخر. نعم. الكيراتين أنا زي ما قلت في بداية حلقات الأولى هي اسم نبتة موجودة في جنوب البرازيل، والكيراتين له موسوعة علمية قوية جدا وحتى في جسم الإنسان 6 نسرين يدخل الكيراتين. نعم. ولكن الكيراتين إذا استعمل 1% أو 2% أصحاب الشركات معنا اتصال خلينا أكمل نأخذ الاتصال بليز نعطي فيما اللي هو الفرهايد الموجود في الكيراتين بعطي طريقة أجمل وأجمل للشعر. ومعنا اتصال دخل الاتصال معنا اتصال ومعنا اتصال دخل الاتصال صباح الخير ومعنا اتصال دخل صباح الخير حبيبتي أهلا وسهلا حبيبتي كيفك؟ الحمد لله بخير. معلش توطي شوي صوتك في التلفزيون عشان نقدر نسمع صوتك وتسمعينا سامعيتنا؟ سمحتي بدي اسال المسيو خليل شو بدنا نصبح عليه وبدي اساله تفضلي انه الشعر اللي بعد له بيطلع على الوجه يعني شو علاجه انه ما ياثر شو علاجه اثار سلبيه انه ما ياثر من ناحيه الوجه انه ما ياثر من ناحيه التلفزيون شوي ستنا لو سمحتي صباح الخير يا ريت تفضي التلفزيون من عندك لكي اسمع صوتك من التليفون طيب هي حكت الأخت الكريمة عن الشعر تأكمل سؤالي إن شاء الله برجع لك. فالكيراتين مثل ما حكيت إنه هي نبتة موجودة في شمال في جنوب البرازيل وفي الجسم في طبعا تقريبا مادة الكيراتين، ولكن الكيراتين عندما يضع على الشعر بده طريقة علمية صحيحة بده معلمين يشتغلوا بده خبراء تجميل. أول إشي إحنا بنحمم الشعر، بعد ما نحمم الشعر بننشف الشعر، بعد ما نشفنا الشعر بنمشط الشعر، بعد ما مشطناه بنحط هالمادة بنستنى نص ساعة أو تلت ساعة 25 دقيقة بنبلش فيها الشعر صحب، بعدين نسشفره بعدين نضربه استريت نار لكل ضربة على 240 أو 220 درجة الحرارة بده يكون 10 أو 8 ضربات عبين الرائحة تطلع منها. أما أختي الكريمة ست نسرين إحنا بنرجع للبوتوكس اللي أنا وكيله في نقول في الأردن وبالشرق الأوسط نقول للبوتوكس هو عملاق أنا سميته عملاق التجميل. البوتوكس خلال 10 دقائق عم بعطيك لون عم بعطيك عفوا فرد لشعرك. لو ما كان شعرك قديش فيه طعجات وقديش عم بيعزبك وقديش عم بسقط شعرك وقديش تالف شعرك فإحنا في مركز خليل السيد للتجميل بنقدر نعمل البوتوكس وخلال ساعة من الوقت برجع شعرك طبيعي وبتنسي هالتقصيف وبتنسي هالترينتمنت لشعرك وبتقولي لي يسلموا ايديك مسيو خليل شو اللي عملت لي اياه انت هذا سحر معقول كيف انت اللي توضعت في طريقة البوتوكس. البوتوكس عالمي يعني احنا حكينا عنه ست نسرين في حلقاتنا السابقة ونتمنى من أعزائي المشاهدين إنهم يجربوا هالبوتوكس وشوفوا هالبوتوكس والبوتوكس موجود في مركز خليل السيد للتجميل وإحنا عارفين إيش بنعطيكم للنصائح للشعر دائما بإذن الله تعالى. حابين نذكركم بأرقام مسيو خليل اللي حاب يحكي معاه تحت الهواء 0795877505 0799629290. مسيو خليل نكمل حديثنا، هل الزيوت الطبيعية لها تأثير على الشعر اللي فيه شيب؟ برافو عليك ست نسرين انت